سعيدة مواهب، مديرة عامة لمؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كيصار عليها صاحب الجلالة نصره الله. المؤسسة في إطار شراكة مع ولاية جهة مراكش أسفي، عمالة مراكش، حول برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا البرنامج اللي كيستهدف واحد الشريحة معينة من الشباب وشابات حاملي أفكار المشاريع. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي في المرحلة الثالثة ديالها، وأيضا المؤسسة تتماشى وراء ما جاء في خطابات صاحب الجلالة حول توجيه الشباب إلى خلق المقاولة وأيضا خلق فرص الشغل وهيكلة القطاع الغير المنظم. احنا الآن في قافلة تحسيسية وإخبارية حول هذا البرنامج في تراب عمالة مراكش، واليوم احنا في اليوم الثاني نتواجد بمقاطعة الحي الحسني اللي كان فيها واحد الحضور جزء مكتف من ساكنة هذه المقاطعة، اللي كان واحد الحضور جد مشرف أيضا من شابات وشباب المقاطعة. قمنا اليوم بشرح البرنامج وكيفية الاستفادة من هذا البرنامج اللي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتعطي فيه واحد الدعم من أجل تحقيق واحد الفكرة ديال المشروع ديال واحد الشخص اللي عنده رغبة في ولوج عالم المقاولة، وأيضا رغبة في المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية. زكريا إيسيل، خبير مقاولة داخل مؤسسة مبادرة. فإحنا الآن في حملة تحسيسية في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلة ديالو الثالثة لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. فإحنا كنتواجدوا الآن بمدينة مراكش بمقاطعة حي الحسني لتحسيس الشباب على أهمية المقاولاتية، ويجيو يستافدوا من الدعم اللي كيوصل القيمة ديالو حتى ل 100,000 درهم. وهذا البرنامج كيوفر لهم تكوين قبل من ميدير إنشاء ديال المقاولة، وفي نفس الوقت بالمواكبة لكل مشروع على حدة والاستفادة من الدعم. وكنبغي نشكر مبدع المبادرة الوطنية صاحب الجلالة نصر الله.